الإيمان في الكتب اللي جزوكز ربي تبارك وتعالى. ماني كسران سن ربي تبارك وتعالى، ماني كسران تعباد ربي غيكل سحير أمر، من أغارس نرى نمز ليرضى ربي تبارك وتعالى. هن كل ما يد رتنسن أغل الكتب اللي جزوكز ربي تبارك وتعالى، اللي جزوكز في الألبيانس اللي جزن كلامنس سبحانه وتعالى. وكان الإيمان الكتب إيقا الركن المقر من أركان الإيمان الصديس إن ربي تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكنا من كل الذي يزوج ربي تبارك وتعالى غل الكتب نس نسيجا الخيرة نسيجا الهدى يلقي النور يسح يكفى سكون ما يزوج ربي تبارك وتعالى يسح يكفى في ما يرني هن أو نتليس الحق ولا نتليس الهداية أبلا غلا الذي يزوج ربي تبارك وتعالى الكتب نس وخاصة القرآن الكريم. نؤمن نسن بأن هن من الكتب اللي الى احدي من ربي سميت ناس نتنيغان القران الكريم الى قسم التوراة الى الانجيل الى الزبور الى الصحف ابراهيم وموسى وداد احدي من ربي تبارك وتعالى نسن القران الكريم اي كان ينسخ جميع الكتب اللي زرينين يعني يود تقول لك سنت لان انسخت ان ربي تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكنا نرجوز بلاد أيسر أيسكر الأحكام إلا أن الكتب لزرين أبلا اللي ديو القرآن يقرر القرآن إن أن الخلاصة تسكرم أشكون الكتب لزرينين إلا قسنت حرفنت إدباب نسنت بدل قس ما يقوتن أبلا القرآن الكريم يحفظ ربي تبارك وتعالى التاني تتكفل صحيف نس غنى عنا ربي تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكيما ديقا التمرات دما يقال الخير يغنو من الكتب فلي قسنت زوار أنشكر ربي تبارك وتعالى سنع ما يد اللي يسكر في الخلق نس لغد فلاسي اللي زيقوز الكتوبات لما نمدنا غارز فولكين أرت نتحيد الضلال يريد نس الهداية التوفيق التمر تظنين هان بنادم يغيوم نس القرآن الكريم هان يخصتسيك في الحق نس أرت يقرأ أرت يتعلم أرت يسكر أرت يتدبر أرت يتعلم يميد نظني هان كله خير يجي التمر يستغرتم نس القرآن فان أشكر القرآن تاني كان نور يفولكين تاني كان غرس يغدن تاني كان الموعظة تاني كان الذكرى تاني كان الشفاء مضان سواء في القلوب ولا في الأبدان غنى عنا ربي تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.